ما يعرف علي بابا. قبل ما أتكلم عن علي بابا، الـ NLP تساعد الواحد أنه يحط هدف ويوصل له. قصة أغنى واحد في الصين حاليا هو جاك ما. جاك ما هو اللي أسس موقع علي بابا لكل الناس قدم على فيزا أمريكا والرفض 16 مرة، قدم 10 مرات حق جامعة هارفارد وغير جامعات ثانية 20 مرة وهم الرفض، لدرجة أنه قدم على كنتاكي كان يبي يتوظف فيه عامل نظافة، قدموا 30 واحد 29 واحد انقبلوا وهو لا. سكر متطوع بالشرطة، واللي ضحك أنه قبلوا 12 واحد 2 رفضوا، واحد عمره 82 وجاك ما الرفض. جت له فكرة مينونة، قال أنا أبي أنافس أمازون. بلش بوجت كان يتسلف من اللي حواليه $20,000. حماسية خلال 11 سنة انه وصل وقدر ينافس امازون. الحين ثروته تبلغ 29.7 مليار. اصرار تفكيره قال لازم تركز على حلم وتخليه حي وتسعى له. كل وايد تعلمت من الافلام شلون ابني شخصيتي. راح كان يقولوا له يطور شغل ويسهله على طول يقول ايه. يؤمن ان الفلوس مو مهمه، وكان يؤمن ان العميل هو رقم واحد والموظف هو رقم اثنين. ما ترتيبه بين أغنياء العالم هو رقمه 18. جاك ما حاصل على الدكتوراه الفخرية من هارفارد عقب ما كانوا وشلتون فيه.